بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى معالي السيده اليزابيث بورن رئيسه وزراء الجمهوريه الفرنسيه الصديقه وذلك بمناسبه تعيينها رئيسه للوزراء اعرب سموه فيها عن اطيب التهاني والتمنيات لها بالتوفيق والنجاح في مهام عملها ولجمهوريه فرنسا الصديقه المزيد من التقدم والازدهار.